دونك هذه لا سوبرفيسي هذه اللي كتشوفوا فيها هذه مرشحه للارتفاع كما قلتها وعاودتها. دونك اللي راح يدخلوا ان شاء الله في لا كونسيسيون اللي راهي تخرج كما قال الوالي راه كان 34 ملم روسونسي 24 راهم ديجا تلونساو في لا بلاتفورم وراح ندرسوهم في خلال الاسبوع هذا ولا الاسبوع الجاي مع المدير العام للديوان الوطني للاراضي الفلاحيه. راهي كوما من سوبرفيسي تاع 2954 هكتار ماهيش صغيره. ان شاء الله هذه المساحات يدخلوا في اون برودكسيون وان شاء الله تولي غردايه من بين الولايات الرائده والملا في وزاره الحبوب، لانه هنايا الانتاج هنا ولا الفلاحه هنايا راهي مسقيه 100%.